الله يعطيك الصحة يا باقي عندك القرزة الزاهية، يا واخا كبرتي باقي القرجومة صحيحة. انا بعدا بغيت غير نتزوج وانتو ما دبروا راسكم. يا اللي فعيا القرطيطة، لكن قول لك مين نكونو نهضرو يا ما تهضريش بل عيداك المردوم. خليني نسلكك، بغيتي تبقاي بايرة لي هنا؟ يالله سربي ونا خلاص، يا نمشي وعند الخياط نفصلو عليها زهاج العرس، يا ونسي عليا داك المرحوم، يا لو كان فيه شي نفع كاع ما يمشي ويخليك. سقدي مليح، مالك تكسلي هنا على السيدة ما شبعاش نهاسو. عافاك امي، صفتي خالتي وبنتها تمشي تروح لدارهم، ويلاه يمشي ونجيبوا الضاوية. عندها فطيمة يا سيري عند السخارة وشوفي فين وصلت، وقولي لها ما تعطي الحق حتى الواحد حتى نسربيه. يا كوني هانية والله حاجة ما تزهق. هكا هكا ايوا مزيان مزيان. اراكي تشوفي اللي شفتو باينة فيها هبيلة، جروا على الضوية مولات العقل والرزانة وخلاو هاد الهبيلة هادي زعما اللي تعاشر مع بوش عايب. اش بيتي نقول لك يا لالا الباتول، هذيك الزاهيه وانا ما نقد على مشاكل ديالها، انساليو هاد الحفله ونشوف حالتنا اخاطيني. ماما ماما هاد العروسه هبيله. تيسكتي سكتي انت غتسمعنا الزاهيه. بقات فيا الطيب وش عيب والله الا شفوني. انا بقى فيا راسي حتى الهبيله تزوجت، بقيت غير انا. حتى هذا زواج جراو على العقله وخلاو الهبيله. هاد الزمان كاع ما تستغربيش كلشي ممكن كيتي انا. يا فطيمة واش حكرتي ولا ما حكرتيش؟ يا مالها الزهرة تبان لي دير شي شطيح كاع هبيل. يا روحي عندها ولا قرصيها قولها تعدل روحها، راه ما لقيت فين ندير وجهي. يا لا لا زاهية يا راها غير تشطح، مالكي يا بنيتي مين تسمع الشعب ينوض فيها هوايشها. الهوايش انا ما بان لي هذاك هوايش. يا قولي لي عمرك مشيتي سببتي لها عند شي فقي؟ يا حالة اختي الزاهية يا بحال لي ما تعرفيهاش. ايوا الله اعلم، ايوا نوضيها نوضيها من تما ولا قولها تجمع روسها شويه الرز على بنادم يطيح عليه السر. يا سيدي ربي ما غادي تزوجها تخرج لي مرارتي هاد البنت. يا الزهره يا الزهره روحي تشوف سحقيتك. هاني هاني اش كاين امي، ما خليتينيش نشطح في هذاك الديسك اللي يعجبني. يا اسمعي لعندي وحلي ودنيك، راه صونا عليا توفيق. وشكون هاد توفيق؟ يا داك بوزقندر ديال خطيبك. ايه خطيبي يا حليلي راه جاي. اه يا امي امتي على هاد المسقوطه وراه جاي يكحلها علينا، يا ربي ما يعرفش الدار. وعلاش؟ ايوا ما نعرف، ايوا شوفي انتي واش يجي ولا ما يجيش. نقول يا قولي قولي يا نشوف تسانا لا مراني نضرب تمارة. بسم الله الرحمن الرحيم يجي. ايوا تجيك في الراس، مين يجي ومين يتلاقاو هو وبوشايب اش غيوقع؟ والو غيتعارفوا. ها ويلي مالك امي، واحد خطيبي وواحد يكون راجلي. يا اسماعيل عندي وحلي ودنيك مزيان، الا مشى حتى عرف الدار نكريه
وهيك تقولي ليه نعرفه النصر ملك العنق. وصافي صافي يجي ندير راسي ما نعرفوش، ولكن امي واش انا نعرفو ندير راسي ما نعرفوش؟ يعني مشي نرمي راسي للسطح باش تهناي؟ لا لا امي لا، ما تخسري ليش العرس حتى يفوت العرس ورمي راسك فين بغيتي. يا ربي إلى منك الحمد لله، وإلى من العبد الله ياخذ الحق. يا سمعي الحندي وسكدي روحك، خلينا نسلكوا هاد الزواج مع هاد السلعة الناقصة. أمي علاش راكي تقولي هاد الهضرة؟ راها أختك زعمة. يخليها سلعة من بكري فيها البجوق والشيكي، يا تحسب راسها فين وفين. وعلاش غتزوجيني بوليدها؟ يا الهبيلة قحد الخير وهاد الرزق ما نفرطوش فيهم، نوصيك غير تزوجي بولدها اعطي لها الشحط حتى تشليها. لا لا يا قتليها احسن، اما الى عوقتيها غير تحصل فينا نبقى ونوكل ونشرب ونكوشو. مشات امي صافي النهار الاول نصفتها. يا المسخوطة راكي تقرأي كلامي بالمقلوب، تمشي تجيبي لها التمام خطرها وحدة غيب البارودي غيفك عيها حتى يديمو المنامانتو غيب المهلي تكلبو جنجيال. أنا نبغي ناكلو خطرة وحدة. يا عارفك ملهوطة. يا صافي صافي يلا هين خرجو، الناس غيشكو فينا. لا ما يمكنش، أش كانت سمعي يا ربي سيدي. يا مالك يا زاهية يا زيدي تشطحي يا فرحي فرحي. يا بنت امي وبويا كحال شي يطلع بيك. وليدي وليدي بوشعايب اللي خسرت له حياته ودمرتها له بالأنانية ديالي، نستاهل نستاهل أختي هاد الشي اللي درتيه فيا. لمشاهدة الحلقة الأخيرة والحلقات الماضية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحية خاصة وخالصة لمتابعي قناة الكوبل بوشعيب الضوية. إلى اللقاء.